طب كابتن احمد، هسألك سؤال وعايز رد بصراحة. هل احنا كجمهور ممكن نكون الى حد ما يعني ظالمين شوية او بنيجي شوية على المديرين الفنيين المصريين اكتر من الاجانب؟ يعني احنا يعني زي ما بيتقال كده صدرنا واسع ليه عقدة الخواجة، يعني بنعدي للاجانب ولكن نيجي للمدربين المصريين بنوقف لهم على الواحده. هل حضرتك بتشوف كده مثلا بعض مننا؟ من وجهه نظري ده فعلا بيحصل، وما عندناش طول بال مع المدرب المصري زي ما عندناش طول بال مع الحكم المصري. يعني برضو يعني تخيلي كده في مباراه معينه. بس ليه بتقول كده يا كابتن احمد؟ احنا ما اعرفش، تحس مثلا لما يجي حكم مصري حكم مباراه مثلا اهلي والزمالك ما بنستحملش، لكن لو جه حكم اجنبي وعمل اخطاء كارثيه ولا كانه شايفين. ولا اولا اول ما يبقى في حكم مصري ها كل الناس بتتفرج على الحكم هيعمل ايه؟ هيغلط ولا، لكن لو في حكم اجنبي خلاص بيريح دماغه. لا بس اوقات كتير بيبقى في تحكيم اجنبي وبننتقده برضه لان بيبقى في تعارض يعني في أكيد حاجات أكيد بالعين متشافه يعني. بس مش زي الاول ما تعرفي ان في حكم مصري النهارده للمباراه هيبقى تركيزك متربص له باي خطا غير هيبقى في اللي هو زي ما بيتقال ايه نظريه المؤامره شويه عند البعض اللي هو ده اللي بتكلم عليه. هو ده اللي بتكلم عليه بالنسبه يعني. برضو للمدرب المصري، برضو الشعب المصري عندنا، عشان كده ما بقولك فكر النادي الاهلي مجلس اداره النادي الاهلي يعني بيريح دماغه، او الانديه الكبيره بتجيب المدرب الاجنبي عشان عارفين ان الشعب طبعه كده، طبعه ان هو مش مقتنع بالمدرب المصري، مع ان في مدربين مصريين على اعلى مستوى طبعًا وعندهم فكر على اعلى مستوى. مش كل الناس بتفكر كده برضو، خلينا نقول ان البعض يعني اكيد. بص احنا الواحد يتكلم اللي واللي عليه، وانا اتكلمت في النقطه دي في كذا برنامج. اللي حصل مع كابتن حسام البدري حاجه غريبه جدا. كابتن حسام البدري ما خسرش ولا ماتش. تيجي للسوشيال ميديا، هو ما عندوش قابليه او ما عندوش قبول بالنسبه للجمهور المصري في الكوره، ما عندوش قبول، فدي اللي وصلت ان اللي يتغير السوشيال ميديا. لكن انا شايف ان الاداء المنتخب المصري ما كانش يستدعي تغيير يعني. لا ودلوقتي ما فرقش كبير قوي عن الاداء في الوقت مع كابتن حسام. يعني بنكسب، برضه كنا بنكسب مع كابتن حسام ونتائج كانت، بس هي رؤيه معينه، جايز استراتيجيه قدام قدام عايزين مثلا مدير فني في كاس العالم ما نوصل اجنبي، فدي افكار كلها. بس هي من الاول كانت، ما انت لازم برضو كاتحاد الكوره لازم اجي اختار، انا بختار مدير فني 4 سنين من المرحله الاولانيه، من اول مثلا 2018 بعد ما خلصنا 2000 كاس عالم 2018 لغايه 2022، ال4 سنين دول تحضير لكاس العالم. مش ما غيرش، اما اختار حد لازم اكون اختاره عشان هو ده اللي هيمثلني في كاس العالم. مش هفضل اغير. فدي اللي اختار من الاول، انا شايف اللي اختار من الاول ما كانش على قد الفكره الصح، اختاروا كابتن حسام البدري وفي الوسط اطاحوا بيه وبالجهاز الفني، اللي هو انا شايف من وجهه نظري ان هو اتظلم.